و عايزة النهاردة نشوف فيديو كده، نبتدي حلقتنا نشوف فيديو كده عجيب جدا جدا جدا. نشوفه مع بعض كده، عجيب قوي. ده محل هدوم زي ما انتوا شايفين، و يعني كالعادة كنا بنتكلم على الكاميرات اللي موجودة في المحلات، وقلنا ان ما بيبقاش ابدا نيتهم ان هم يحطوا عشان يصوروا بروفات او ده كاميرا محطوطه في مكان صح، مكان كله ستاندات ما فيهوش ناس بتقلع ولا بتلبس ولا اي حاجه. وشايفين الولد الصغير اللي لابس تيشيرت حمراء دي، واقف البنت اللي جنبيها اللي لابسه اشارب وتيشيرت برتقاني، والست ام عبايه اسود في اخضر، دول هم ايه بيحوموا ورا بعض، واحده شايله الكيس بتلف ما بتعملش اي حاجه، والست اللي بعباية، والعيال ايه سارحة في المحل. خلاص نركز جدا جدا مع البنت اللي شايلة كيس في ايديها دي، والولاد الصغيرة، والست ام عباية اسود في اخضر. خلاص انتوا لو تلاحظوا البنت دلوقتي واقفة جنب الكاشير بتداري على الكاشير، لان الولد دخل جوه الكاشير وجي وراها في ديلها، هو ماشي وراها خلاص وجاي اهو من وراها، فتح الكيس وحط الفلوس، يعني لفت لفت وراحت وقفت قدام الكاشير عشان الولد يدخل ياخد من الدرج الفلوس يلف يحطها في الكيس، وشكرا سلام عليكم باي باي. الراجل اللي المفروض ان هو واقف على الكاشير، ارجع يلا، الراجل اللي هو المفروض واقف على الكاشير، عدهولنا بس عيد حتة الكاشير تاني. الراجل واقف على الكاشير المفروض ان يوميها يعني هو بيفرج الزباين، اولا مزيع ليه ده؟ وصل بينا الحال ان احنا بنخلي اطفال قد كده تسرق، وصل بينا الحال. وريني تاني الولد قد ايه لو سمحت. بصوا البنت، الولد اهو، ها الولد هيلف ويدخل عند الكاشير، سيبه سيبه لو سمحت، بلاش سلو موشن، سيبوه عادي لو سمحت، مش عايزة فيكس. الولد دخل جوه الكاشير، البنت راحت بسرعة تقف تداري عليه، هي بتبص وراها تشوف الراجل فين، لقيت الراجل هو ابو جاكيته بيضه ده بيعلق الحاجات مشغول، وقفت قدام الكاشير تداري الولد. خلاص بتبص اهو على الراجل، تمام كده هيطلع الولد دلوقتي من ورا الكاشير من ورا البنت، بتقول له يلا يلا يلا، اتلفتت له 4 مرات يلا يلا يلا، كل دي فلوس بيلمها. مشي اهو وراها، لف حط الفلوس في الكيس، سيبوا الفيديو لو سمحتوا، بصوا حط الفلوس في الكيس وخلاص. بصوا الولد قد ايه، بصوا الولد قد ايه، معلش يعني معلش، الحجاب اللي انت حطنتي وهي ده، الطرح اللي انتوا لفينها دي باحجام كل ما شاء الله، يعني ولا مش لاقيين تاكلوا ولا فقراء ولا اي حاجه، ممكن تجيب لنا احجامهم لو سمحتوا؟ هذه العبايه السوداء المتحركه، والله ما سخريه ولا حاجه، بس الواحد بيتضايق قوي يعني. بص قد ايه الست، يعني ما شاء الله ما شاء الله، والعباية المطرزة والحجاب، والتانية لابسة أضيق جينز في العالم، مش عارفة تمشي من كتر ما الجينز ضيق، الحجاب اللي بكرهه اللي هو مش حجاب أصلا ما بفهموش، وعاملة شعرها قبب قبب تحت الطرحة، ومصدرين يا عيني الولد الصغير إن هو يدخل يسرق، وهم سوري يعني بيسموهم إيه؟ من غير ما يبقى سب وقصف، والنبي عشان أنا استويت قضايا، بيسبوهم إيه؟ هو احنا لو شبهناهم بحيوانات ده مش، سألت في القانون قالوا ان هو مش صح، مش يعني مش غلط قصدي، ان واحد يقول انت زي الجمل انت زي العصفورة، فهم زي سيد قشطة كده، اتنين سيد قشطة. دي قضية دي ولا عادي؟ طيب
او جواميس برضو. الجواميس مش شتيمة صح؟ مش شتيمة الجاموسة. مش الج... ال... 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 ايه ليه؟ ممكن تشتغلوا على فكرة. ممكن يقول لك ما يقول لك ما في، لا ما فيش ناس تخدم في البيوت، وما فيش سواقين، وما فيش حد عايز يشتغل وترات، ما فيش حد عايز يشتغل بياعين في محلات، ما حدش عايز يشتغل حاجة. كله عايز يشتغل مدير، كله عايز يشتغل مدير، وكله عايز يشتغل رئيس. مش بهزر والله، كله عايز يبقى رئيس كل حاجة. مع انه والله العظيم احنا لما ننزل قبرنا مش هيبقى فيه جايزة بناخدها معانا خالص خالص. فحتى الفنانين اللي بيعملوا افلام ومسلسلات في التراب. كتابنا وعظمائنا النهارده الدكتور يحيى الجمل توفى الله يرحمه، من كبار العلماء للناس البسيطة جدا، كله في التراب وكله بيتنسي. قلت لا، الفنانين ما بيتنسوش، الفنانين ما بيتنسوش. انا كل ما اقعد مع حد يقول لك اصل فلان وفلانه ما وافقوش على جواز ابنهم عشان اتجوز ممثله، اصل انا مأجره بيت، فالست صاحبه البيت اللي انا مأجره منه جايه بتقول لي ايه ده، قالوا لي ازاي تأجري بيتك لممثله، ونشوف الممثلات دول في الشارع نجري وراهم نبقى عايزين نتصور اي صوره معاهم. انتوا بتحبوهم ولا بتحبوهمش؟ قصدي اقول يعني ان ايا كان العمل اللي انت بتعمله، في شهره، في مجد، في فلوس، مفهوش، مفيش حد بياخد جايزه، لكن حاجه زي دي، زي العبايه المتحركه دي اللي مخليه ولد عنده 6 سنين يتعلم السرقه وهو طفل، ويبقى عنده القدره والاعصاب وعدم الخوف انه يدخل يسرق قدام كل الناس على عينك يا تاجر، والف واحط الفلوس في الكيس واخرج وابقى مفهمان ان انا باكل وبشرب وبصرف من السرقه. انتي لازم تتعدمي مش عشان السرقه، انتي لازم تتعدمي عشان اللي عملتيه في الولد الصغير ده. والله العظيم لازم القوانين تتغير، لازم القوانين تبقى بتبص الى ما وراء الجريمه. هي دلوقتي طلعت لنا حرامي للمجتمع ما كانش عايز يبقى حرامي، ما كانتش لسه ظروفه جايباه انه يقرر يبقى حرامي. خلت مواطن مصري صغير كده يبقى حرامي، يتعمل فيها ايه؟ تاخد سرقه سنه ولا 6 شهور وتطلع تجيب لنا حراميه تانيين؟ نفسي نفسي اقعد افضفض لحد كده اقول له قانون كذا وقانون كذا وقانون كذا وقانون كذا، كأم على فكره مش كإعلاميه.